استقبلت بغداد مليكها الشاب عائدا من زيارته الرسمية لبريطانيا، وما إن هبطت الطائرة أرض المطار حتى خف الاستقبال جلالته وسمو ولي عهده المعظمين سمو الأمير زيد نائب الملك وفخامة السيد نور السعيد رئيس الوزراء. بعد أن عزفت الموسيقى السلام الملكي، فتش جلالته حرس الشرف يرافقه سعادة أمير لواء الركن محمد رفيق عارف رئيس أركان الجيش، ثم تقدم أعضاء الوزارة وكبار موظفي الدولة يحيون العائدين الكريمين.